وتطبيق دوري بلس. تحية طيبة لكم. صاحب المرتبة الثانية عشرة ب 15 نقطة الفيصلي في مباراة اليوم على قائمة البدلاء في هذا اللقاء. كرة أمامية ولكن أيضا مقصية من في سلم الترتيب من هذه المسافة. يريد أن يصوب بالقدم اليسرى قوي. ملائكة يتدخل، ملائكة يبعد الكرة الخطيرة الأولى وانطلاقة من الجهة اليمنى، عرضية في المكان المناسب وعرضية منتظرة وخطيرة لأسبرية والكرة تطول على أسبرية، تطول على هداف الفيحة في هذا الموسم دانيلو أسبرية. 6 أهداف لديه في 14 مباراة تواجد فيها دانيلو. هنا كرة خطيرة جدا، شوف عبد الرحمن اليامي نقل الكرة، جوناثان سيلعب العرضية داخل المنطقة مع تقدم فيحاوي وكرة عرضية فيها رأسية ومحاولة لكن أيضا تبعد الكرة وتعود عند ضيف الله. تدخل موجود، نواف صبحي مرتبة على حساب الوحدة. هنا كرة لأسبرية، أسبرية يمر ويمرر وكرة خطيرة جدا دائما لمرمى الفيحة لكن في المرتدات ربما يفعلها الفيحة. اليامي انطلق وتقدم، اليامي يحاول فرصة للفيحة، اليامي أمام التغطية لعب كرة وصوب عند روني، روني يمرر تصويبة جوناثان والكرة تصطدم وتذهب إلى يد حارس المرمى مصطفى ملائكة، إلى يد مصطفى ملائكة. كان من الممكن أن تكون خطيرة على المرمى لو ركبت صح على قدم جوناثان غوميز. شوف هذه اللقطة، ما ركبت صح على قدم جوناثان وبالتالي مرت. اللاعب الأرجنتيني 28 سنة، اللاعب القادم من ساو باولو البرازيلي بالإعادة. ما مرت الا من الكره لكن هذه انطلاقه، شوف هذه واحده من جانبي الفيحة عند عبد الرحمن عبد اليامي، مرور اليامي مرور ممتاز وتصويبه. الله، حلوه اللعبه، حلوه من اليامي، جميل المرور في اللقطه الماضيه. هذه الانطلاقات اللي اتحدث عنها، هذه الكرات اللي اتكلم عنها. اليامي تلاعب ببوريج وصوب، مرت الكرة قريبة من مرمى الفيصلي. من جانبي لاعبي الفيصلي في محاولة الوصول من الكرة ثابتة الآن، الوزيني عرضية وخطيرة أمام المرمى لكن التغطية موجودة، أبعدت الكرة راحت عند هايلاند من مسافة، يصوب كرة بالقدم اليسرى بعيدة جدا عن المرمى. محاولات للفيحة للتقدم إلى الأمام، تمريرة جميلة وأسبريو، مصطفى ملائكة تدخل خطير. أسبرية شوف اللمسة، شوف لمسة روني وأسبرية ضايق أنتيبوليتش، كان في مضايقة من أنتيبوليتش والكرة أبعدها ملائكة إلى ركلة زاوية، كانت خطيرة جدا. وكرة من جانبي روجيريو يتقدم ويمرر كرة بينية جميلة وعند الويزينيو، عرضية الويزينيو وحكم المباراة يعطي ركلة جزاء، ربما يعطي ماذا؟ السيد مينوراد ماجيج سيشاهد اللقطة ربما هذه الكرة، وماذا أشار السيد ماجيد؟ شوف كرة ما كان فيها ربما إعاقة، سنتابع اللقطة من جديد. شوف هذه اللقطة وأكبالا هو من تأثر لوحده، تأثر لوحده أكبالا وبالتالي كرة كان فيها خطورة كبيرة جدا، كرة كان فيها خطورة. هنا سامي الخيبري مع أكبالا وحكم المباراة الآن يذهب لأن يتابع اللقطة عبر تقنية الفيديو لأن يقرر هل فيها ركلة جزاء لمصلحة الفيصلي أم ماذا. في طبعا
ربما ملامسة من جانب النواف عفوا سامي الخيبري كان في تدخل. سامي الخيبري كان في تدخل لكن حكم المباراة ما شاهد اللقطة على ما يبدو. يشير إلى ركلة زاوية. ويزينيو يمرر لي على جهة اليسرى وسام سويد ثم ليبدأ الويزينيو يتقدم الويزينيو ويصاب والكرة لا تصطدم إلى جانب روجيريو لكن الأنصاري يمرر لكالديرون ثم إلى الأمام خطيرة الكرة ولكنها أقرب إلى الحارس المرمى كريستيان بابونيا خطيرة جدا على مرمى الفيحة مرت سليمة وبونية كان في المكان المناسب. هناك هدف سيأتي من كرة ثابتة كرة من جانب الويزينيو تلعب العرضية من جانب الويزينيو تدخل من جانب حارس المرمى كريستيان بونية وحكم المباراة يشير إلى خطأ للكولومبي خطأ للكولومبي دخول في هذه الكرة من جانب أكبال النيجيري عرضية من جانب نواف وكرة خطيرة الكرة أقرب إلى يد حارس المرمى مصطفى ملائكة ينجح فيها سبرية لجوناثان جوناثان يصوب والكرة إلى خارج الملعب صوب جوناثان شوفوا الكرات السريعة للفيحة إلى الأمام وصلت ليد أكبالة ممتازة للفيصلي وكرة لكالديرون يصوب كرة تصطدم و تذهب إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة زاوية نواف الصبحي في المكان المناسب الكرة اصطدمت بالصبحي راحت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة زاوية للفيصلي يمرر كرة وعرضية داخل المنطقة الآن خطيرة جدا والكرة إلى خارج أرضية الملعب خطيرة حلوة اللعبة حلوة لكن إلى خارج ملعب من جانب أكبالة صاحب تجربة جوزيف أكبالة النيجيري لعب في فيرد بريمن في ألمانيا فيرد بريمن لعب في كلوب برو انطلق عبد الرحمن تقدم عبد الرحمن مر عبد الرحمن مرر سفريو الله حلوة حلوة الكرة من جانب سفريا ومصطفى ملائكة يتدخل يبعد الكرة شوف اليامي شوف اليامي شوف حط الكرة لأسبريا في المكان المناسب تماما هنا ملائكة يتدخل في قيادة الهيئة العامة للرياضة في السنوات القادمة ولدينا كرة فيها محاولة وحكم المباراة يشير إلى مخالفة موجودة الراية مرفوعة كانت في اللقطة الماضية الراية مرفوعة قبل الحكم المساعد الأول سيد حكم مساعد الثاني عفوا السيد داليبور جورجيفيتش ضربة حرة غير مباشرة عند حارس المرمى تصطدم تعود الآن سريعة وانطلاقة ومحاولة من جانب روجيريو حكم المباراة لا يشير إلى شيء روجيريو كان من الممكن أن يلعب كرة سريعة لأكبالة كان من الممكن أن يلعب كرة سريعة لأكبالة هذه كرة خطيرة رأسية وصلت عند مصطفى ملائكة حكم المباراة يشير إلى صافرة سلام لإيغور روسي شوف هذه اللقطة هنا الاحتكاك فيها تنافس بين أدميلسون وفيها حجز بعد هذا القرار قرار حكم المباراة وشار الاستمرار اللاعب كان في استخدم يد أدميلسون ديباروس أن يصل لمرمى الفيحة وكرة خطيرة جدا راحت إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى خطيرة جدا شوف روجيريو صوب كرة لكن التصويبة فوق المرمى والبقية هايلان والمحاولة الوصول لمرمى الفيحة مع تراجع كل لاعبي الفيحة
تلعب كرة عرضية وأقرب إلى يد كريستيانو رونالدو، لم تكن عرضية، كانت تصويبة على المرمى. والفيصل يهاجم أمامية وخطيرة، الله الله، هدف فيصلاوي قاتل قاتل قبل أن ينتهي اللقاء في الوقت البديل، هدف جميل حطها على يسار كريستيانو بونيا قبل أن ينتهي الشوط، هدف أول في الديربي، هدف في الديربي في الوقت البديل، يسجل هدف جميل كالديرون حطها على يسار كريستيانو بونيا، الكولومبي يسجل في مرمى الكولومبي، 1-0 في الديربي، تهيأت لكالديرون حطها ويتفرج عليها بونيا، يتفرج عليها بونيا، هدف فيصلاوي أول، عنابي ستير يتقدم في الديربي، خلاص خلص الديربي، خلص الديربي كالديرون وسجل هدف قاتل لأن يستمر الفيصلي في المباريات المتتالية، 5 انتصارات أصبحت من 9 مباريات مقابل 4 مباريات تعادل، لا يخسر في 9 مباريات متتالية مع السيد تشاموسكا، ويذهب إلى النقطة 23 في المرتبة 6 في سلم الترتيب.